السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيجو 5008 عندها مشكلة منها طبيعية. هذه السيارة فيها ستارت ستوب، يعني وقت تدعس على الفريم بتطفي السيارة، بتشيل إجراك بتدور. المشكلة أنه ما بتضرب مارش، بتضرب مارش وبتقطش. مثلاً إذا بفتح الكونتاك بدعس على الفريم، سمع الصوت، بشيل إجري وبرجع بجرب. حتى إجري إذا ما بتضرب مارش مزبوط. إذا فوت هلا على سكانر بقوله أعطيني أعطال، ما بلاقي لي ولا عطل. ما في ولا عطل بالبي اس اي، ما في أعطال، ما خلينا شيء إلا وفحصته. بي اس اي كمان نفس الشيء. ما في ولا عطل، حتى بعلبة الفيوزات الإدمينية في هذا البيت، ما بي اس اي، اسمه بي اس ام كمان، ما في أخطاء، صفر. البطارية تبعيتها هيدي، هيدي البطارية، هيدي هوني كمان ما في ولا عطل. ما خليت شي إلا وفحصته. آخر شي حاولت أعمل شغلي ونجحت معي العملية، وهي كالتالي: انه انا اضرب مارش من برا ديركت بالخريطة، بين معي الخط هو هذا بيضرب فيه مارش. اوكي، مثل من الموضح هوني، هي السيارة، معلومات عنها تمام. هلأ هون في عنا هيدي الكبسة، هيدي اللي بتلغي الستارت ستوب على الشمال تحت، كبسة صغيرة بتكبسها. وهذا هون البطارية زنزور بيقيس الفولتاج إذا خفيف ولا عالي على البطارية. هلأ منيجي على هذا الدينامو، اشتارتا جنراتور، هو بنفس الوقت بيبرم بيساعد لبرمة الموتير، وهيدا هون المارش تبع السيارة. هلأ أنا وقت اللي ضربت مارش، هو عادة هذا بيبرم أوتوماتيكيا وقت بتشيل إجرك عن الفريم تمام. هاي الكمبيوتر بيعطي رسالة هون انه خليه يبرم هذا. هلأ بقرأ الأعطال بيورجيني المشكلة. اللي انا عم ببرم عليها هلأ، قال له وراء بيعطيني هذا العطل، السينكرونيزيشن بين النوكن فيلي والكوبل فيلي، يعني الكرانك شافت والكام شافت منهم مزبوطين مع بعضهم. أصبح الموتير مضروب ميكانيكيا لأنه التقسيمة غلط تمام.
حتى لو بدي امحي انا هلا العطل بيبين معي في عنده مشكله بالجنزير الصدر هوني بالجنزير في النوكن فيلي اللي هو الكرانك شافت والكام شافت مع بعضهم منهم مزبوطين. مشكلته هذا مشكلة ميكانيك صار لي شي يوم مثل ما هو عم اتعذب فيها وما خليت كبل. ومشكلة الدينامو هذا الدينامو بيشتغل غير الدينامو العادي هذا تبعت الستارت ستوب هو بيبرم معه اوتوماتيكيا وقت اللي بتشيل اجراك عن الفريم. على كل الأحوال كمان كانت البطارية مضروبة غيرناها للبطارية حطيت واحدة غيرها وعبيت الدينامو يعني عبيت بالشارجير ما خليت شي فيها للسيارة طلع آخر شي موتيرة مضروب. نلاحظ هلأ على برمة الموتير وهون عطول عم يعطيني 9 يعني لا. برجع كمان مرة شوف على الشمال فوق البرمي عم تيجي وتروح في خطأ لأنه الكمبيوتر لوحده بيقدر يعرف إذا المعلومات غلط بيوقف مشان ما تدور السيارة ويصير شيء. على كل الأحوال السيارة حتروح عند واحد ميكانسيان ونشوف شو حيصير معنا إن شاء الله خير. رح نشوف إذا رجع العطل لأنه أنا محيته هديك الساعات ريد رجع اجى العطل تقسيمة منه مزبوطة بيقول لك هون انه بين الكوبل فيلي دريتسال زينزور اللي تحت والنوكن فيلن زينزور اللي فوق منه مزبوطين. هيدي علبة الفيوزات بقلب الموتير. انا اعطيت كهرباء هون بالفيش هذا هي عادة الريلي بتعطي كهرباء بس وقت اللي عم يشوف انه التقسيمة غلط عم يفصل الريلي هون. انا اعطيت هون كهرباء مباشر للمارش خليته يبرم حتى طلع معي العطل اللي هو التقسيمة. للتوضيح اكتر هذا بالألماني أنا هلأ ترجمته باللغة العربية أكيد الشباب بيقرأوا اللغة العربية أزبط. فيك توقف المقطع أنت وتقرأه تلمنا ملاحظين هالتقسيمة هوني إذا في فرق بين اللي فوق واللي تحت بيصير عنا مشكلة. أرجو أن ينال الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.